لازم الانسان الذكي يبقى عنده يستغل وقته طول. لا عنده مرونه في الاهداف، يعني مش هو الهدف ده يا ده يا بلاش، لا في يعني هدف واحد اثنين الف وب وج، الف ما قدرتش عليه طب خلينا اشوف ب، حاجه راحت حاجه جت بالظبط كده اللي هو. وكمان عدم التركيز على اللي ناقص، عدم التركيز على اللي ناقص في حياه الانسان بيسبب له فعلا اكتئاب وقلق وخوف ونوع من انواع الحقد على الاخرين، واشمعنى هو عنده وانا ما عنديش. طبعا لو الانسان فاضي ومش قادر يعني هو فعلا هيتفرغ للاخرين. حته كمان في جزئيه اللي هو احنا لما دي اجسامنا بتبدا تتعب، فانا بقويها بنوع من انواع الفيتامين، الاكل الصحي، وان انا متقبل فكره ان انا فعلا كبرت. مش كبرت ان انا بروح اكتئب واقعد في البيت، لا انا كبرت، فاذا لما يحصل شكوى من العظام ما اعملهاش ازمه كبيره، ما اعملهاش ان انا حزين وازاي واشمعنى انا هنا. برضو الانسان احيانا بيثقل على نفسه وبيزود من اكتئابه. طيب عشان يعني نسهل الدنيا كده على الناس، يا جماعه ما تزعلوش ما تكتئبوش عادي، الصغيرين عندهم اكتئاب، بس عايزه اعرف منك بقى يعني السؤال المهم واعتقد المتكرر كتير، هل أزمة منتصف العمر بتحصل أكتر للرجالة ولا الستات؟ والله ولا ملهاش نسبة؟ لا على حد سواء، يعني هنا لو الرجل فاضي هتلاقيه عشان دايما الرجالة وحزين. مظلومة في الموضوع ده؟ لا لا أنا واقفة معاهم علشان دايما بيقولوا إن أزمة منتصف العمر للرجالة لا أكتر. وللسيدات، وبتحصل يمكن للسيدات بتشعر إن عمرها ضاع وإن هي ما عملتش، لأن مثلا لو هي عندها 50 سنة، أنا بس عايزة ألغي فكرة إن أزمة منتصف العمر بتحصل في الأربعينات، هي في أواخر الأربعينات، مش واحد عنده 40 من اول 40 لا يعني. طبعا مش من اول 40، هي من 9 من 48 و49 50 وبعد 50، وزي ما قلنا على حسب هو يعني هل استنزف الطاقه الجسديه عنده في الصغر. يعني لو هو بيلعب رياضه او هي مثلا متعوده تمشي هتلاقي جسمها اكثر تماسكا من اللي بياكل قاعد وبياكل اكل غير صحي وبيدخن، هتلاقي هنا الاستجابات مختلفه. طبعا حته الازمه منتصف العمر او بمسمى اخر المراهقه المتاخره هي بتمر للست زي الراجل بالظبط، لان الاثنين هنا بيقل هرمون الاستروجين وهنا بيقل هرمون التستيرون، فبالتالي بيحصل عندهم نفس الشيء وبيحصل عندهم نفس اللخبطة، نفس الإنكار للوضع اللي هو الصحي اللي هم فيه، الوضع الاجتماعي. لو المرأة شافت زمايلها اللي هم كانوا معاها بقوا متفوقين عنها، تبدا يحصل لها نوع برضو من الاكتئاب، انا ضيعت حياتي، انا ربيت ولادي، انا مش عارف ما كنتش راضيه اشتغل عشانكم. كمان في ظل لو هي عندها 50 سنه اولادها خلاص بيكونوا اتجوزوا واشتغلوا ومش فاضيين وما بيشوفوهاش، فبتبدا تكتر الاحزان وبتبدا تكتئب زياده وتحمل اولادها مسؤوليه الاكتئاب اللي عندها. فعند الست زي عند الراجل على طيب. حسب الحاله. حلو، احنا متساويين عشان ما نقولش احنا جايين على الرجاله ولا على الستات، احنا متساويين. طيب عايزه اعرف منك بقى دلوقتي، ممكن حد هو بيتفرج علينا وسمع كل الاعراض وشاف انها عنده او الست شافت انها عندها، بتستمر معاها قد ايه؟ وايه بقى الخطوات عشان اطلع من الازمه دي؟ انا خلاص خدت بالي ان انا عندي ازمه، واعتقد دايما بيقولوا ان اهم حاجه في العلاج ان انا احس ان انا عندي مشكله واعترف ان انا عندي الازمه او اعترف ان انا عندي قصور او نقص او مشكله عشان ابدا احلها. بدون الاعتراف فمش هيبدا يحصل اي تغيير طبعا، لان في بعض الناس بتنكر وبتستنكر وبيسقط على الاخرين، لا انتوا اللي كبرتوا، انتوا اللي عجزتوا، انتوا، رغم ان هي سنه الحياه طبيعي، زي ما كنا اطفال بقينا مراهقين بقينا شباب، فدي سنه الحياه طبعا.